We feel very sorry for the innocent people that were killed in the United States of America. But Iraq has nothing to do with these events at all. Iraq is seeking for peace. People began to feel that Iraqi people are the leader of this monster who wants to destroy the whole world. But the fact is not like this. Actually, the real monster is America itself. السيد عبد التواب الملحواش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التصنيع العسكري ونخبة من المقاتلين والباحثين. وعبر السيد عبد التواب الملحواش عن سروره وسعادته والحاضرين لتشرفهم بلقاء السيد الرئيس القائد رعاه الله في هذا اليوم المبارك من شهر رجب للفضيلة، متمنيا لسيادته دوام الصحة والعافية والعمر المديد والنصر المؤزر على الأعداء المارقين، عارضا ثمرة الجهود التي بذلتها هذه النخبة الطيبة من المقاتلين والباحثين بهدف تعزيز القدرات القتالية والعلمية والفنية للعراق.